أول ما أصحى الصبح بكون في بالي إني أروح على الطيارات، في الطريق على الباراشوتات، وإنت ماشي بتكون خايف من القصف، في دار مقصوفة بتخاف تقع عليك، بكون الشارع فاضي لحالك فبتخاف. بكون في بالي إني أجيب الأكل في الباراشوتات. أنا بفكر إشي سهل بس هو صعب. يعني أنا كطفل بقدر أحصل على المساعدات اللي برموها، يعني الناس الكبار هم اللي بيحصلوا. عن نفسي يكون في الطيارات اللي بترمينا أواعي وألعاب وحاجات وإشي زي هيك، وتخلص الحرب ويرجع أهل الجنوب هنا، ويصير مدارس تعليم، ترجع الحياة زي ما هي.